باتت منطقة إدلب ومنذ تحولها إلى نقطة تجمع السوريين من كل حدب وصوب بعد أن تم تهجيرهم من مدنهم ومناطقهم الأصلية، باتت مقصداً وبؤرة للتجاذبات السياسية وحجر زاوية في لعبة المفاوضات ومناطق النفوذ العسكري، وبالتأكيد وجهة أولى للصحافة الدولية الراغبة بالدخول ورصد واقع الناس الحياتي في ظل سيطرة هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة جزءاً كبيراً منها. صحفية أذرية أو أذربيجانية تزور مناطق إدلب وريفها، صورة يتداولها الآن الناشطون السوريون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير وهجوم في بعض الأحيان في مقابل مدافع وداعم لهذه القصة. فمن هي هذه الصحفية الأذرية وماذا كانت تفعل في إدلب؟ بحسب مركز إدلب للخدمات الإعلامية العامل في إدلب والذي يقدم خدمات صحفية للصحفيين الأجانب، فإن الصحفية كانت ضمن فريق إعلامي للتلفزيون الأذري والذي جاء لتغطية حركة الأسواق في المحافظة. أما الصحفية فتدعى فافا أبالايفا وهي تعمل لصالح التلفزيون الأذري، وهي مقدمة تلفزيونية ومخرجة تلفزيونية أيضا، وكانت في مهمة لتصوير فيلم عن منطقة إدلب. ظهرت فافا في عند معبر باب الهوى الحدودي في تركيا أو مع تركيا، وهي كانت برفقة ناشطين سوريين رافقوها إلى الداخل السوري لإنجاز تصوير فيلمها الذي يسلط الضوء على الوضع الحالي في مخيمات سوريا وكذلك دور إيواء الأيتام بحسب مقال التلفزيون الأذري. التلفزيون الأذري أيضا قال في تقرير عن هذا الفيلم إن الفيلم جرى تصويره وفي أجزاء كبيرة منه في مختلف مناطق سورية. فريق التلفزيون تحدث إلى عدد من السوريين والأذريين الموجودين في تلك المنطقة والذين يعيشون في المخيمات وصوروا أهوالهم. على صفحتها في إنستغرام تنشر فافا صورا وفيديوهات عن رحلتها إلى سوريا، وقد خصصت في هذا الجزء من الصفحة قسم الستوريات، خصصت هذا القسم لرحلتها إلى سوريا، وضعت هذا التبويب الخاص بسوريا، وبالدخول إليه سنجد عدد من الستوريات أو القصص التي تم تصويرها في سوريا. الفيلم الذي صورته فافا في إدلب كان بعنوان الوهم، وأما اختيار هذا الاسم فكان بحسب التلفزيون الأذري لأن الوهم في اللغة العربية يترافق مع الذعر بحسب ما قالوا، ومن المثير للاهتمام بالمعنى المعجمي الجمع بين الذعر والإدراك المشوه للواقع. انتقد طبعا ناشطون هذا الفيلم لأنه يعطي انطباعا للمشاهد أن إدلب هي بيئة حاضنة للإرهاب والتشدد على ما قالوا. دعونا نتابع المقطع الترويجي للفيلم والذي نشرته فافا على صفحتها في يوتيوب.
بالعودة إلى زيارة التي قامت بها الصحفية فاغا، فإن مكمن الجدل بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي انحصر بالزي الذي كانت ترتديه فاغا، حيث ظهرت مرتدية الحجاب في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في إدلب وريفها، في حين ظهرت من دون حجاب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم تركيا في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات. ليس هذا فحسب، بل في فكرة السماح أصلا للصحفي الأجنبي بالدخول لمناطق إدلب وريفها في الوقت الذي يمنع فيه الصحفي المحلي أو الناشط الإعلامي من ممارسة نشاطه داخل تلك المناطق. التعليقات تراوحت طبعا بين هذا وذاك، دعونا نتناول بعض هذه التعليقات. رين تقول في هذا التعليق الطويل: في إدلب نجد الصحفي مقيد ومراقب في جميع تحركاته، عند التقاط أي صورة أو إعداد تقرير تجد المساءلات، وعند مروره في الشارع ويحمل الكاميرا يشعره وكأنه يحمل صاروخا أو حزاما ناسفا. اليوم نجد صور الصحفية الأذربيجانية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتجول في المناطق المحررة بكل أريحية، وتأخذ صورا في مناطق حساسة كنقاط الرباط والحواجز وقلب مدينة إدلب وغيرها بعد حصولها على تصريحات بذلك. أما أحمد أبو حمزة فيقول: ممنوع على صحفي ومصوري الداخل نقل مثل هذه المشاهد للخارج، والتضييق رح يستمر وعلى نهج أكبر من السابق. عروة درويش يقول: في إدلب الصحفية الأذربيجانية خلعت حجابها وارتداه أمنيين وحراس الجولاني بتوع تحكيم الشريعة. أما حسام فيقول: هذا الحال بكل مناطق النزاع بسوريا، سلطات الأمر الواقع تمنع غالبية الصحفيين السوريين من العمل بمناطق سيطرتهم وتسمح للأجانب بالدخول طبعا في غايات كتيرة وراء هالشيء.